نيابة عن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فعاليات الحدث الرياضي القاري البحرين 2021 دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 28 من نوفمبر وحتى 7 من ديسمبر الجاري. وأعلن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة افتتاح الحدث الآسيوي قائلا إن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب تشكل حدثا رياضيا عالميا هاما تستضيفه مملكة البحرين تجسيدا للتوجيهات الكريمة من لدن سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث نستلهم من جلالته معاني البذل والعطاء في سبيل أن تكون البحرين مقرا لأهم الأحداث الرياضية وسط دعم ومساندة الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. وتابع سموه أن استضافة البحرين لهذه الدورة الآسيوية تأتي امتدادا للعديد من البطولات القارية والعالمية التي استضافتها البحرين في السنوات القليلة الماضية، ونحن في الوقت الذي سعدنا فيه للنجاح الباهر لتلك البطولات فإننا نتطلع في هذا الحدث إلى المحافظة على هذه المكتسبات من خلال العمل بكل قوة من أجل إخراج الدورة بصورة زاهية. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن احتضان المملكة للبطولات الرياضية يأتي في ظل الاستراتيجية الجديدة للرياضة البحرينية لاستقطاب واستضافة البطولات الرياضية المختلفة التي تؤكد مكانة البحرين على المستوى القاري والعالمي وتسلط الضوء على منجزاتها في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي والرياضي. ورحب سموه بضيوف المملكة الكرام متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح، معربا سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة المنظمة العليا لهذه الدورة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن تعيج الخليفة رئيس لجنة البارالمبية البحرينية ومساعي جميع اللجان العاملة للإعداد والتحضير لتنظيم هذه التظاهرة القارية بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين. وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالسلام الملكي لمملكة البحرين، بعدها دخل طابور الدول المشاركة في الدورة والبالغ عددهم 30 دولة آسيوية، ثم تم عرض فيديو عن الألعاب البارالمبية. نعلن افتتاح دورة البحرين 2021 للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، وتمنياتنا للجميع بالتوفيق وشكرا. بعدها ألقى سعادة الشيخ محمد بن تعيج الخليفة رئيس لجنة البارالمبية البحرينية كلمة قال فيها: تحتفل قارة آسيا اليوم بافتتاح دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب في نسختها الرابعة وفي أكبر تجمع شبابي للرياضة البارالمبية الآسيوية، ونرحب بالضيوف المشاركين في بلدهم الثاني مملكة البحرين. وقال إن هذه الدورة تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الإنمائية وأهداف اللجنة البارالمبية البحرينية المستوحاة من أهداف اللجنة البارالمبية الدولية وسياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتذليل كل العقبات أمام أبطال ذوي العزيمة عبر تهيئة المنشآت الرياضية وعدم التمييز وإعطائهم الفرص المتكافئة لتمثيل وطنهم رياضياً. بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية سعادة السيد ماجد بن راشد العصيمي كلمة عبر فيها عن الشكر والامتنان لمملكة البحرين وقيادتها على استضافة الدورة التي عملت البحرين من خلالها على إيصال رسالة المملكة بتقديم نسخة استثنائية تكون عالقة بالأذهان وملهمة للشباب، مما يضاعف من مسؤولية الجميع للوصول إلى ما ننشده في ألعاب البحرين، مؤكدا أن دعم قيادة البحرين سيحقق النجاح للدورة الآسيوية.
بعدها تم رفع علم اللجنة البارالمبية الأسيوية وعزف نشيد اللجنة، ثم تم تأدية القسم من قبل عدد من اللاعبين. كما قام سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محترف رياضات التحمل مايكل حداد بالمشي لخطوات دعما للبطولة، واختتم الحفل بعرض ترفيهي، ثم جرى إشعال شعلة الدورة الأسيوية البارالمبية.